بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صحف الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير سورة يوسف عليه السلام، إلى تفسير الآية 25 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب، يوسف هارب والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت، فلحقته في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا فظيعا، يعني شقته أو قطعته ومزقته تمزيقا فظيعا، يقال إنه سقط عنه. واستمر يوسف عليه السلام هاربا ذاهبا وهي في إثره، فألف يا سيدها وهو زوجها عند الباب. هنا سمى الله تعالى الزوج، زوج المرأة سيدا لها، قال ألف يا سيدها لدى الباب يعني زوجها. فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها، وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها، يعني كما مر بنا في الآيات السابقة هي التي راودته عن نفسه وقالت هيت لك، وهو عليه السلام فر هاربا منها، لكن لما لقيت زوجها عند الباب فتخلصت من المشكلة بكذب وافتراء. جزاك الله خيرا. وقالت لزوجها متنصلة، يعني متهربة من جريمتها وتدعي براءتها منها، وقاذفة يوسف عليه السلام بدائها، تتهم أنه هو الذي راودها عن نفسها مع أن العكس هو الذي حصل. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي فاحشة إلا أن يسجن أي يحبس، أو عذاب أليم أن يضرب ضربا شديدا موجعا. فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق وتبرأ مما رمته به من الخيانة، وقال بارا صادقا هي راودتني عن نفسي، وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه. قال تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، قال أي من قدامه، فصدقت في قولها إنه أرادها على نفسها، لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره فقدت قميصه فيصح ما قالت. يعني هذا الشاهد شاهد، قد ننظر إلى موضع الشق في القميص، إذا كان من الأمام هو الذي يراوده عن نفسها وهي تدفعه عن نفسها فشقت قميصه بسبب ذلك. وإن كان قميصه قد من دبر، يعني من الخلف، فكذبت وهو من الصادقين، إذن هو الذي يهرب منها وهي التي تجذبه.
وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبه أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليها فقدت قميصه من ورائه. قال وقد اختلفوا في هذا الشاهد، المفسرون اختلفوا من هو الشاهد من أهلها الذي شهد، هل هو صغير أو كبير على قولين لعلماء السلف. فقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وشهد شاهد من أهلها قال ذو لحية، يعني كبير بلحية، ليس طفلا صغيرا كما يعني يذكر في الروايات الأخرى. وقال الثوري عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان من خاصة الملك، كان هذا الشاهد من خواص الملك يعني من أصحابه المقربين ورفقائه القريبين منه. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق رحمهم الله تعالى إنه كان رجلا. وقال زيد بن أسلم والسدي كان ابن عمها في الآية وشهد شاهد من أهلها، يفيد أنه بينه وبينها قرابة، فهؤلاء قالوا كان ابن عمها، وقال ابن عباس كان من خاصة الملك. وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخة كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد، اسم الملك الريان بن الوليد، وأن زليخة كانت بنت أخته، وأن هذا الرجل كما مر كان ابن عمها. طيب هذا القول الأول. القول الثاني قال وقال العوفي عن ابن عباس، لفاتت كانت رواية عكرمة عن ابن عباس، العوفي روى عن ابن عباس في قوله وشهد شاهد من أهلها قال كان صبيا في المهد، قال كان صبيا في المهد. وكذا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهلال بن يساف والحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبيا في الدار، واختاره ابن جرير وقد ورد فيه حديث مرفوع. فقال ابن جرير حدثنا الحسن بن محمد وساق السند إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم أربعة وهم صغار فذكر فيهم شاهد يوسف، فذكر فيهم شاهد يوسف. ورواه غيره عن حماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة بنت فرعون، ابن ماشطة بنت فرعون، المرأة التي كانت تمشط شعر بنت فرعون هكذا. قال وهذه المرأة الماشطة يعني أسلمت وكانت من أول من آمن بموسى عليه السلام وعذبها فرعون، فبنت الماشطة تكلمت وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم، شاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم. تعرفون قصة جريج العابد لما كان رجلا عابدا من بني إسرائيل وكان له صومعة من خشب وكان يأوي إليها ويعبد الله تعالى فيها، فامرأة من بني إسرائيل كانت تأوي إلى صومعته وزنت براعي غنم عند صومعة جريج، ثم لما حملت وولدت ادعت أن الولد من جريج فأخذوه وضربوه وهدموا صومعته، فأنطق الله تعالى الغلام هو المولود الصغير، سألوه قالوا من أبوك، قال هو سأله قال من أبوك، قال أبي الراعي، قال أبي الراعي، فأقبلوا يقبلونه وقالوا نبني لك صومعة من ذهب وكذا، فقال لا أعيدها كما كانت، فأعادوا له صومعته كما كانت، فبرأه الله تعالى بهذا الطفل الصغير الذي تكلم في المهد. وعيسى بن مريم عليه السلام تكلم في المهد فبرأ أمه وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، تكلم بهذا وهو في المهد. ابن ماشطة، نعم ابن ماشطة تكلم هو، نعم كأن القصة أنها
لما أراد إلقائها في النار أو كذا فقال لها اصبري. قال أمه اقتحم. نعم قال أمه يعني أما قال أمه كانت ترددت أن يعني تدخل النار بسبب ابنها فكلمها أبوك. والله تعالى رجح إن شاء الله. قال وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال كان من أمر الله ولم يكن إنسيا. قال وهذا قول غريب. هناك أقوال يقال لها غرائب التفسير، يعني مرات يكون في بعض الأقوال ينفرد بها واحد يعني من المفسرين يكون فيها غرابة يعني عن الأقوال المشهورة. يقول يعني شهد شاهد من أهلها أنه شيء من أمر الله يعني لم يكن إنسيا ولكن يعني شيء أنطق الله تعالى فشهد بها. فمثل هذا الخلاف يعني يمكن أن يحمل على أنه تعدد الشاهد، يعني يمكن تعدد الشاهد لا مانع من هذا، أن يكون شهد رجل وشهد طفل. يعني كلمة شهد شاهد لا تمنع يعني أن يكون أكثر من شاهد والله تعالى. إذا أمكن يعني الجمع يكون أولى من الترجيح، وإلا فيكون الترجيح بين هذه الروايات والعمل بأحدها. قال وقوله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر، أي فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به، يعني فزوجها نظر في القميص فوجده مشقوقا من الخلف فعلم أنها هي الكاذبة. قال إنه من كيدكن، أي إن هذا البهت واللطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب، يعني الاتهام بالفاحشة يعني الذي اتهمت به عرض هذا الشاب به، من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. ويلاحظ أن الله تعالى لما ذكر كيد الشيطان في سورة النساء قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن هنا يعني ليست المقارنة يعني بين كيد النساء وكيد الشيطان، يعني مرات بعض الناس يقول كيد النساء غلب كيد الشيطان، سواء يعني ليس مقارنة، يعني ليس في آية واحدة أو في نص واحد مقارنة بين كيد المرأة وكيد الشيطان، يعني لأن الشيء العظيم والضعيف بحسب ما يقابله يعني. فضعف كيد الشيطان كان سياق الآيات يعني أن كيد الشيطان ضعيف يعني إذا في مقابلة يعني إرادة الله سبحانه وتعالى وتقديره وكذا، يعني مهما كاد الشيطان والإنسان وأراد الله تعالى أن ينجيه فكيد الشيطان ضعيف، يعني ما كانش في سياق مقارنة بين الشيطان والمرأة أو كذا. في سياق الجهاد أحسنت، كان في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني في يعني في مقابل كيد الشيطان وتثبيته لأعداء الدين وكذا وتثبيت الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيله وكذا، فهنا كيد الشيطان ضعيف في هذا السياق، يعني ما كانش في سياق مقارنة بين الشيطان والمرأة وكذا. فقال إن كيد كن عظيم، كن شيء عظيما أو ضعيفا هذا شيء نسبي يعني بحسب ما يقابله أو كذا، فقد يكون يعني في سياق مثلا عظيم مقارنة مثلا بتدبير الرجال أو كذا، يعني ممكن المرأة في مقابل تدبير الرجل أو ليس يعني في مقابل الشيء. ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع، يا يوسف أعرض عن هذا، نص الآية يوسف أعرض في التقدير يعني يا يوسف، يعني حرف النداء محذوف ويفهم من السياق، أعرض عن هذا أي يضرب عن هذا صفحة فلا تذكره لأحد. التفت إيه زوج العزيز وزوج المرأة، التفت إلى يوسف عليه السلام وقال يوسف أعرض عن هذا، اسكت عن هذا الموضوع لا تحدث به أحد، واستغفري لذنبك، يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلا، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه. قل إما يعني أنه سهل يعني ورغم يعني جرمها وكذا يعني تهاون في هذا الأمر، أو أنه يعني رأت ما لا صبر لها عنه
لما سيأتي يعني من حسن يوسف عليه السلام وكذا، فرأى أنها يعني فعذرها بسبب ذلك. فقال لها: استغفري لذنبك، أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه. استغفري من هذا الذي وقع منك، إنك كنت من الخاطئين. قد مر بنا في بعض الأقوال أن الملكة كان أنه كان مسلما، يعني كما مر في بعض الأقوال. طيب، ثم يقول سبحانه: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قال يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر. وقال نسوة في المدينة، هنا هي المدينة المبهمة، هنا هي مصر، حتى تحدث الناس بها. وقال نسوة في المدينة، قال مثل نساء الأمراء الكبراء ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك عليها. ربنا أن العزيز هو وزير الملك، وكما كان متبعا سابقا يعني الملك يكون له وزير واحد، يعني هو مثل رئيس الوزارة، يعني يكون الرتبة التي بعد الملك في إدارة شؤون الدولة. فقال نسوة في المدينة، فقال نساء الأمراء الكبار هم أقارب الملك، فنساء الأمراء ينكرن على امرأة العزيز ويعبن ذلك عليها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها. قد شغفها حبا، أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: الشغف الحب القاتل، والشعف دون ذلك، والشغاف حجاب القلب. قد شغفها حبا، يعني وصل حبه إلى شغاف قلبها، إلى حجاب القلب. إنا لنراها في ضلال مبين، يعني الخبر إيه؟ بدأ يتسرب من داخل القصر، يعني يوسف عليه السلام حبسه، ولكن يعني القصة سمع بها الناس، يعني ممن حضروا ذلك من أهل القصر، يعني عند تكليم العزيز لامرأته واتهام يوسف وحبس يوسف عليه السلام وشهادة شاهد من أهلها وقصة القميص وكذا. فالخبر من داخل القصر، يعني بعض من يعمل في القصر أو علم به نقله، فوصل الخبر إلى نساء الأمراء فتكلمنا بهذا. قالوا: إنا لنراها في ضلال مبين، أي في صنيعها هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن، قال بعضهم بقولهن، وقال محمد بن إسحاق رحمه الله قال: بل بلغهن حسن يوسف عليه السلام فأحببن أن يرينه. يعني لما وصلتهن القصة أنه يعني فائق الحسن، أن امرأة العزيز عندها غلام فائق الحسن، حتى
راودته عن نفسه فأحببنا أن يرينه، فقلنا ذلك ليتوصلنا إلى رؤيته ومشاهدته. فبدأنا إيه تكلمنا في امرأة العزيز حتى يكون ذلك وسيلة للسماح لهن برؤيته ومشاهدته. فعند ذلك أرسلت إليهن، أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن. هو يعني إلى هذه اللحظة يوسف عليه السلام لم يكن سجن بعد، يعني هي أرادت أن تسجنه كما إيه كما مر بنا، يعني أنها قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فإلى هذه اللحظة لم يكن سجن بعد عليه السلام، يعني فقط إيه العزيز قال له أعرض عن هذا، لكن لم يكن سجن بعد، سيأتي سجنه بعد إيه بعد حادثة النسوة في المدينة يعني. فأحببنا أن يرينه، فأرسلت إليهن أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن، وأعتدت لهن متكئا. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم: هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام، فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه. الأترج فاكهة تشبه البرتقال، يعني تشبه البرتقال، وورد ذكرها في الحديث، يعني مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب، ريحها طيب وطعمها طيب أو طعمها حلو. هناك إشكال في أن الأترج موجود في مصر والشام وكذا، طعمه حامض يعني يشبه، أو فيه مرارة يشبه البرتقال يعني في طعمه، ورائحته مثل رائحة البرتقال كذا، لكن من جهة الطعم فيه حموضة. لكن نعم بس نتأكد يعني. وبكل قشرته صفراء يعني غليظة، قشرته صفراء وغليظة، لكن يعني قرأت بعض الكتاب يعني ذكروا أنه يوجد منه أنواع في اليمن، يعني الأترج منه نوع في اليمن يكون حلو الطعم، يعني كأنه مثل البرتقال أنواع، تعرف البرتقال مرات في أنواع منه سكرية يعني طعمها حلو، في أنواع طعمها الحامض، فيذكرون الأترج أيضا يوجد منه نوع حلو يعني، فلعله هو الذي قصد في الحديث، لأنه قال يعني طعمها حلو، فموجود أترج اللي طعمه حلو. نعم سبحان الله، يعني مثل يعني هي زي البرتقال أو الليمون الأصفر، يعني قشرة صفراء وسميكة ورائحته يعني أطيب من رائحة البرتقال كذا يعني. لكن نعم إيش تسمونه؟ وينج. نعم سبحان الله. شيخ والله العظيم الكاك الأترج هو من الحمضيات يعني مثل البرتقال. مثل البرتقال. قال كالليمون الكبار ذهبي اللون زكي الرائحة. وهنا يقول حامض الماء، بس هو في التعريف أنا في الحاشية، لكن يعني كما ذكرت يعني يوجد نوع منه حلو، حلو الماء السحاب. نعم والحلو منه ينبت في فلسطين. سبحان الله، أيضا ما شاء الله في فلسطين بالذات، لكن للشام حامض. نعم كما ذكر أيضا أخونا الكريم الشيخ محمد أنه يوجد أيضا في فلسطين من النوع الحلو أيضا يعني يوجد. فالقصد أن النوع من الفاكهة يشبه البرتقال وكذا، يقطع بالسكاكين، فوضعت لهن أترجا وأحضرت سكاكين ومخاد ومفارش وطعام وكذا. قال ولهذا قال تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينا، فآتت كل واحدة منهن سكينا. قال وكان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته، وقالت اخرج عليهن، وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر، فلما خرج ورأينه
أكبرنه أي أعظمن شأنه وأجلن قدره، وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين. يعني من شدة الدهشة يعني أبصارهن تعلقت بيوسف عليه السلام، وأخذن يقطعن أيديهن يحسبن أيديهن الأترج. والمراد أنهن حززن أيديهن بها، قاله غير واحد. وعن مجاهد وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينها. فالله أعلم، يعني سبحان الله، يعني فيها غرابة. يعني الأول تفسير المشهور يعني قطعن أيديهن يعني جرحنا أيديهن، يعني حززنا يعني جرحنا جروحا كثيرة في السكاكين، يعني ولم يشعرن بالألم من اندهاشهن يعني برؤية يوسف عليه السلام. لكن تفسير مجاهد وقتادة: قطعنا الأيدي يعني حتى فصلت، يعني كأن لو مسك السكين باليمنى كأنها فصلت يدها اليسرى، يعني سبحانه. قال: وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن، ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكين، هل كنا في النظر إلى يوسف؟ من ترتيب الأحداث يعني هي أولا أحضرت الطعام وأكلنا وطابت أنفسهن، وبعدين أتت بالفاكهة بعد الطعام، يعني كأنها التحلية بعد الطعام أو الفاكهة، فوضعت الأترج وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقالت: هل كنا في النظر إلى يوسف؟ قلنا: نعم. فبعثت إليه تأمره أن يخرج. نعم، في النسخة هنا أخرج إليهن، نص القرآني أخرج عليهن، لكن هنا في الرواية إليهن يعني بتغيروا بالمعنى، يعني لا يقصد نص له. قال: فلما رأينه جعلنا يقطعن أيديهن، ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلا ومدبرا، وهن يحززن في أيديهن، فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن. يعني بعد ما بدأ الإحساس بالألم فنظرنا إلى أيديهن فجعلن يولولن، فقالت: أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا، فكيف ألام أنا؟ فقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلنا لها: وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه، فإنه صلوات الله عليه وسلامه كان قد أعطي شطر الحسن، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة، فقال: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. هذا في صحيح مسلم، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء في السماء الثالثة، قال: فمررت بيوسف فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي يوسف وأمه شطر الحسن. أيضا أمه كذلك يعني. وقال سفيان الثوري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن. وقال أبو إسحاق أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه: كان وجه يوسف مثل البرق، وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به عليه السلام. قال: ورواه الحسن البصري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا، وأعطي الناس الثلثين، أو قال: أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد عن ربيعة الجرشي قال: قسم الحسن نصفين، فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن، والنصف الآخر بين سائر الخلق. فهنا يعني اختلاف الروايات في الثلث والنصف والثلثين وكذا، يعني القصد أنه أعطي حسنا عظيما يعني فائقا عن حسن سائر
بشر يعني. مرات يعني التقديرات في لا يكون يعني مقصودة قصدا حرفيا يعني، وإنما يكون مقصود بها أعطي يعني حسنا عظيما فائقا يعني عن حسن سائر البشر. ثم ذكر تفسيرا لمسألة تفسير يعني شطر الحسن يعني، فهنا تفسير قاله الإمام أبو القاسم السهيلي رحمه الله، قال معناه أن يوسف عليه السلام كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. يقول شطر الحسن يعني شطر حسن آدم، فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها. يعني آدم عليه السلام له مزية أن الله تعالى خلقه بيده سبحانه وتعالى، فقال إذن يعني خلقة آدم كان على أكمل يعني صورة، ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله، وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه. يعني كان شطر حسن آدم عليه السلام يعني، فعلى هذا تكون يعني أحسن صورة في البشر اللي هي صورة آدم، ويوسف عليه السلام أعطي شطر حسن آدم والباقي فرق بين الناس، أو أمه أعطيت الثلث أيضا وفرق الباقي بين الناس. الله تعالى أعلم يعني. وورد في بعض الحديث يعني في أهل الجنة أنهم يكونون على صورة يوسف، أن الله تعالى يجعل أهل الجنة جميعا يعني في مثل حسن يوسف عليه السلام. هذا أيضا مما يدل على تميزه يعني في الحسن عليه السلام، يعني في طول آدم وعلى وفي حسن يوسف. وهذا لعله يعني قد يشير إلى تضعيف المعنى الذي ذكره السهيلي، لأنه لو كان آدم أجمل من يوسف يعني لكان الله تعالى أعطى أهل الجنة أفضل شيء يعني، لكن قال على صورة آدم أو حسن آدم أيضا، لكن قال يعني في طول آدم وعلى حسن يوسف أو على صورة يوسف، وفي سن عيسى عليه السلام حين رفع كان عمره 33 سنة، وفي بعض ألفاظ الحديث وعلى لسان محمد عليه الصلاة والسلام وقلب أيوب. يعني قلب أيوب عليه السلام، أيوب كان صابرا يعني راضيا بالبلاء الشديد، وكان يعني أرضى الناس رغم شدة البلاء، فمن كان يعني قلبه قلب أيوب عليه السلام فكيف يكون رضاه بالنعيم يعني، إذا كان يعني إنا وجدناه صابرا يعني كان راضيا فهو في أشد البلاء، فكيف ما يكون يعني الرضا في النعيم يعني يكون أعظم قدر من الرضا يعني. وعلى لسان محمد عليه الصلاة والسلام يعني لغتهم لغة العرب يعني اللغة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس يعني عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى أعلم. قال فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته حاشا لله. قال مجاهد وغير واحد معاذ الله، معنى حاشا لله معاذ الله، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا يعني ليس هذا ببشر يعني كما في بقية الآية، إن هذا إلا ملك كريم، لأن الملائكة يضرب بهم المثل في الحسن والجمال، يعني الله تعالى أعطى الملائكة حسنا وجمالا في الخلق، فقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني هذا ليس بشر، هذا ملك يعني لا يوجد بشر بهذا الحسن. قال وقرأ بعضهم ما هذا بشرا أي بمشترا، ثم ذكر يعني أن قرأت الحسن وأبي الحويدث بشير قلب بالباء وكسر الشين يعني بمشترا يعني ليس هذا ممن مشترى، يعني هذا أعز من أن يجري عليه ذلك يعني ليس هذا ممن مشترى يعني. بشيرا بشيرا يعني الباء كسرة والشين كسرة والراء فتح، ليس ما هذا بشيرا، والشراء هو الشيء المشترى يعني لأن يوسف عليه السلام كان مملوكا يعني اشتروا يعني وقع عليه الرق ظلما وعدوانا يعني في الأصل حر عليه السلام، لكن باعوه ظلما واسترق شروه، فقالوا يعني كيف يباع مثل هذا يعني، لكن قراءة متواترة ما هذا بشرا يعني ليس هذا بشرا.
إن هذا إلا ملك كريم. وما هنا يعني يسمونها ما الحجازية اللي تعمل عمل كان، يعني ما النافية في لغة أهل الحجاز، تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. منه قوله تعالى ما هذا بشرا، وقوله ما هن أمهاتهم، ما هن اسم ما الحجازية، أمهاتهم خبر ما الحجازية منصوب عن نصب إيه كسرة لأنه جمع مؤنث، وهنا ما هذا بشرا فبشرا خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الفتح. في لغة التميم ما لا تعمل، ما النافية لا تعمل، فيأتي بعدها مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. لكن في لغة الحجاز أنها تعمل عمل كان، ما النافية تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهنا وقعت ما يعني على لغة الحجاز. إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي فامتنع. قال بعضهم لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن، وهي العفة مع هذا الجمال. يعني انبهرنا بحسن ظاهره، قالت لهن يعني بالإضافة إلى ذلك إنه يعني عفيف واستعصم حين لودته عنه. ثم قالت تتوعد ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ثم أخذت إيه تهدده حتى يمتثل لها. وأيضا يعني يذكر بعض المفسرين هنا أنها استعملت إيه نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد مرات تشدد ومرات تخفف، نون التوكيد الخفيفة تفيد التوكيد لكن التوكيد أخف، يعني من يعني التوكيد على درجتين، عند إرادة المبالغة في التوكيد يستعمل النون المشددة، عند إرادة التوكيد الخفيف يكون النون هي ساكنة. والنون التوكيد الخفيفة وقعت مرتين في القرآن الكريم ورسمت بالألف، الصحابة رضي الله عنهم في رسم المصحف رسموها بالألف كهيئة التنوين، يعني حتى يعلم أنها خفيفة يعني ليست ثقيلة، فلذلك الوقف اتباعا للرسم يوقف عليها بالألف اتباعا للرسم. نقول ولا يكون. والموضع الثاني لنسفعا بالناصية، إذا وقفت عليها تقول لنسفعا بالألف، يعني توكيد خفيفة أيضا. فبعض المفسرين قالوا يعني هي استعملت نون التوكيد الثقيلة في قولها لا يسجنن، يعني كانت حريصة على السجن أكثر من حرصها على صغاره، يعني أن يذل ولا يكون من الصاغرين، يعني من الأذلاء، يعني في مسألة حرصها على صغاره يعني اهتمامها فيه ضعيف، يعني ليس، لكن الشيء الذي هي حريصة عليه هو سجنه حتى يتوقف الحديث في هذا الأمر، يعني غرضها أن يتوقف الناس عن الكلام في هذا الأمر خلاص، ينسف السجن ويقف الناس عن هذا الأمر. أما أنه يعني يكون صغير صاغرا يعني ذليلا أو مهانا، فهذا يعني شيء خففت فيه التوكيد، يعني قال لا يسجنن ولا يكون من الصغير. شيخ هو تأكيد على سجنن أو عذاب أليم في المرة الأولى اللي هو الضرب، يعني العذاب الأليم الضرب في الآية السابقة. فهنا قال قال فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي من الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه فامتنع منها أشد الامتناع، واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال،
يعني يوسف عليه السلام ضرب الله تعالى به المثل للدرجة العليا من العفة عليه السلام، لأنه قال أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة. يعني أيضا ذكر المفسرون أنها كانت أيضا امرأة في غاية الجمال والحسن أيضا اللي هي زليخة. فإذا يعني هي سيدته وهو يعني مسترق عندها في قصرها، وهي في غاية الجمال والمال والرياسة وتدعوه وهو شاب يعني في مقتبل شبابه، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك. يعني ليس فقط ترغيب، يعني ترغيب بالمال والمنصب وكذا مع شبابه، وترهيب أنه إن امتنع سجن وضرب وعذب، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاء إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله. فهذا الصنف من السبعة يعني إمامهم يوسف عليه السلام. هنا في الحديث: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني إذا خرج من المسجد فقلبه مع المسجد، يعني يكون خارج المسجد لكن قلبه مع المسجد مشغول البال والفكر به حتى يرجع إليه، يعني يجد راحته في المسجد، وإذا خرج من المسجد فقلبه معلق بالمسجد. معلق. وقال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، يعني حال اجتماعهما يكونان مجتمعين على طاعة الله، وحال افتراقهما يعني يذكر كل منهما صاحبه بالخير ويدعو له بظهر الغيب، يعني محبتهما في الله حال الاجتماع وحال الافتراق. الافتراق سواء يعني مع بقائهما في الحياة أو في البلد أو افتراق يعني بسفر أو موت أحدهما، فسواء اجتمع أو افترق فبينهما حب في الله تعالى، يعني ليس مثل الحب في الدنيا الذي يكون لأجل المصالح يعني وقت اللقاء وكذا، وإذا خرج يعني لا يعني ينقلب عداوة أو على الأقل لا يبالي به، أو لكنه اجتمع عليه وافترق. ثم يقول سبحانه: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوا أنهم يسجنونه إلى حين، أي إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته. يعني بدأ لهم، يعني ظهر لهم أن المصلحة في سجنه بعدما رأوا الآيات، بعدما رأوا أدلة عديدة على صدقه عليه السلام ونزاهته. فكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك حتى إيه يبعد التهمة عن امرأة العزيز. يعني فإذا سجنوه فيقولون إذن إيه هو كان يظن الناس به السوء أنه هو الذي راودها وعقبوه. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة. يعني كما سيأتي عندما أرسل إليه الملك، فإنه قال الملك الكبير هو مش العزيز نفسه ولكن الذي فوقه، يعني إن العزيز هو كأنه وزير عند الملك. فالملك لما دعا يوسف عليه السلام
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. يريد إيه؟ أنه لا يخرج حتى يعني يقر الجميع ببراءته من التهمة التي اتهموه بها ظلما يعني ليس. فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرق. الملك جمع النسوة وسألهن عن يوسف عليه السلام، قلنا حاشا لله وبرأناه يعني من التهمة، لأنهن سمعنا بأنفسهن قول امرأة العزيز قالت أمام النسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وأخبرت يعني عن عفته وشهدنا بذلك يعني. قال فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. وذكر السدي أنهم إنما سجنوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه فيفضحها. كم مدة جلس في السجن؟ سيأتي قيل 7 سنوات وقيل 9 سنوات كما سيأتي يعني وقيل البضع ما بين 3 إلى 9، بس هو قال المشهور أنها 7 سنوات يعني، وفي آراء أخرى يعني سيأتينا إن شاء الله في رأي يعني المشهور 7 وهناك رواية 16 ورواية 14 يعني الله تعالى أعلم، لكن المشهور يعني 7 سنوات والله تعالى أعلم. طيب نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.